نبلش. بسم الله، مساء الخير جميعا. اليوم راح نبلش سلسلة من الحلقات اللي راح إن شاء الله تشوفونا فيها بخلال الأسابيع القادمة. راح يكون معنا دكتورة تسنيم فرحام، أخصائية التغذية، وراح يكون معنا كمان سيد سيف البياتي من فريق كندر فارما العراق، وأنا معكم خالد خريسان. اليوم راح يكون الموضوع خفيف لطيف، يعني بدنا نحكي لنا بحدود الربع إلى ثلث ساعة عن مخطط النمو للأطفال. وبداية يعني بدنا نسمع من دكتورة تسنيم عن شرح بسيط وخفيف عن تعريف مخطط النمو. تفضلي. السلام عليكم، راح أعطيكم شرح بسيط شوي عن مخطط النمو. إحنا عملنا فيديو مفصل عن اللي هو مخطط النمو إنه كمقدمة، وبهذا اللايف إن شاء الله راح نشرح لكم عن الموضوع أكثر. هلا مخطط النمو هو عنا عبارة عن أداة أساسية عشان نقيم النمو أو الحالة البدنية للطفل من ناحية الوزن أو الطول أو غيرها من الأشياء. بنستعمله عشان نقيم هل هي حالة النمو لدى الطفل بالمعدل الطبيعي أم بالغير طبيعي. وطبعا حكينا من الأشياء اللي ممكن تأثر عنا على نمو الطفل، هي أهم عامل وهي عامل التغذوي، وأكيد طبعا اللي هي إنه ما الأهل ما يكون عندهم الثقافة اللازمة إنهم يوعوا أولادهم أو إنه يعطوهم الأشياء اللازمة عشان يحصلوا على النمو الكامل. فبدأ بس خليني أعمل شير سكرين. أوكي. هلا عندنا أكثر من مخطط للنمو، إحنا اللي بنعتمده هو CDC. في هذا اللي هو تبع منذ الولادة لحد العمر 24 شهر للبنات. في عندنا هون اللي هو بس اوكي اللي هو هون الطول بالبوصة او بالسنتيمتر، بنبلش الطول من هون لهون والوزن من هون لهون، وطبعا العمر موجود من فوق من هون لهون او من هون لهون، نفس الاشي على الجهة الثانية. وطبعا هلا الطول ما هو الولد في الخطوط هدول هو في المعدل الطبيعي، إذا كان برا هون أو تحت فهو بالمعدل الغير طبيعي، وطبعا نعطيه اللي هو الوسائل اللازمة عشان نخليه يرجع بالمعدل الطبيعي. هذا زي ما حكينا هو للبنات من عمر الولادة لحد ال 24 شهر. وفي عنا هو الثاني هذا للأولاد اللي هو من حد الولادة برضه لحد العمر 24 شهر، اللي هو فيه الطول والوزن والعمر. وهذا اللي هو عبارة عن الأولاد والبنات من عمر السنتين لعمر العشرين سنة. أوكي. وهذا اللي هو هلا المفروض أحكي start asking questions. عفوا دكتورة، هذه المخططات راح تكون إن شاء الله ننزلها بالتعليقات للمتابعين. حتى أكيد. تكون عندهم حتى أنا يتصرف. أصلا غيرت اللي هو المكتوب إنه للعربي عشان في حال إنه يكون أسهل للفهم. تمام أوكي. تمام دكتورة، عفوا ما هي الطريقة الصحيحة للحصول على وزن وطول دقيق؟ يعني كيف الأهل هنا راح يحصلون طول ووزن دقيق؟ هلا احنا كيف احنا بنعتبر هذا الاشي؟ هلا للاطفال اللي عمرهم اكثر من اقل من سنتين بنوزنهم بهذا اللي هو اسمه البوكيت سيت تايب سكيل او بنسميه البان. طبعا لما يس وزنه نفضل انه يكون شالح جميع وعيه، ونحاول نخلي هادي ما يتحرك كثير. واما بالنسبه لطريقه القياس الصح بالمنزل عشان نحصل على وزن صحيح ودقيق، يفضل أنه مثلاً الأب أو الأم تحمل الطفل ويوقفوا على الميزان ويشوفوا قديش بيطلع الوزن، وبعدين ترجع تتوزن كمان مرة بس بدون أنها تكون حامل الطفل، بتنقصها من بعض وهذا هو اللي بيطلع وزن الطفل. أما بالنسبة للطول، إذا كان عمره أكثر من سنتين عادي بنخليه يسند على حيطة وشاد كتافه أكيد طبعاً، ورجع راسه لورا ومنقيس من عند كعب الرجل
لحد اللي هو نهاية الرأس. أما إذا بالنسبة إلى أقل من سنتين أو يعني أنه ما بيكون بقدر يوقف، نحتاج لشخصين عشان يمسكوا الطفل، واحد يقدر يمسك رجليه وما يكون تاني اللي هو الركبة تبعته، والتاني يكون ماسك الرأس تبع الطفل عشان ما يضل يتحرك يمين وشمال. فمنخليه ياخذ اللي هو طبعا الرجل لما نمسكها بنخليه اللي هو الأصابع الرجلين متجهين لفوق، ناخذ احنا الطول من كعب الرجل إلى نهاية الرأس. تمام. طيب دكتورة، يعني بتعرفي هلا من لحظة الولادة وخلال مراجعات الطفل للطبيب، بالإضافة للطول والوزن بيتم قياس اللي هو حجم الرأس، يس. وهي من الأرقام أو المعلومات اللي تسجل للطفل بكرته على مدى الأشهر الأولى للعمر. فليش إحنا بناخذ القياسات هاي؟ هلا احنا باول سنه من حياه الطفل كثير مهم انه نقيس محيط الراس. ليش؟ لانه باول سنه من حياه الطفل بيكون نمو الراس كثير سريع وكثير كثير شيء مهم. ليش؟ هلا بحال انه اذا كان المعدل اكبر من الطبيعي، فبهاي الحاله هو داخل في شيء اسمه هيدروسيفلس. هيدروسيفلس هي عباره عن ماء في الدماغ. فاحنا عاملين هم يعني CDC او ال WHO عاملين هدول المخططات عشان يشوفوا إذا هو في المعدل الطبيعي أو غير طبيعي. زي ما حكيت، إذا هو أكتر من الطبيعي فبهاي الحالة الهيدروسيفلس ممكن تؤدي إلى كتير مشاكل طبية لقدام. فلما إحنا تروح تراجع الدكتور كل فترة لفترة، هذا الإشي بيخلينا نقدر نعالج الموضوع من بكير قبل ما يصير في عنا مشاكل لقدام. هلا طبعا هذا اذا اكثر من الطبيعي. اما اذا كان اقل من الطبيعي بنسميها مايكروسيفلس. المايكروسيفلس ممكن تبلش انه بعد الولاده دغري، او اللي هي اول ما يولد. هي عباره عن انه الراس بيوقف النمو كامله، وهذا الشيء طبعا بيؤدي الى مشاكل طبيه جدا 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 خطيره. اذا نمو الراس ما كان في المعدل الطبيعي ممكن ان يؤدي الى مشاكل عده من ناحيه الأعصاب، مشاكل في الأعصاب وغيره من الأشياء. تمام دكتورة. دكتورة عفوا، يعني ممكن توضحي لنا أمثلة على مخططات النمو؟ أكيد طبعا. هلا بس دقيقة خليني أشرح لكم كيف إحنا بناخد قياس محيط الرأس. هلا هي عبارة عن من عند الحاجب لفوق الدينين بشوي ولا آخر الرأس زي ما هو موجود قدامكم بالصورة. أوكي سو أنا جهزت أكم مثال عشان أقدر أحكي في الموضوع أكتر بالتفصيل. مثلا عندنا هاي البنت، أوكي، عمرها 6 أشهر، وزنها بحدود 5 كيلو. فهي هلأ هنا بالمعدل الغير طبيعي. ليش؟ لأنه هي مش بخطوط اللي هي البرسنتايلز المفروض تكون عليهم، فبالتالي هي بالمعدل الغير طبيعي. وهلأ شوي لقدام رح نحكي كيف بنقدر نلاقي حل وكيف نخليها تفوت بالمعدل الطبيعي. وطبعاً هاي طولها من هنا، هي اللي هو هي عمرها من هون، نمشي من هون عمر 6 أشهر، نطلع لفوق نمشي هيك تقريبا، يعني هي 26 بوصة، أو اللي هو 65.2 نحكي سنتيمترز. أوكي بس هي هيك بالمعدل الطبيعي، وأصلا هي 50% for which is good. يعني هي بالمعدل بالنص، يعني لا يعني كل الأطفال اللي بعمرها تقريبا بيكونوا بنفس هذا الرينج بالنسبة للطول. أما بالنسبة للوزن فهي بالمعدل الغير طبيعي. وطبعاً عندنا اللي هو هون برضو مثال ثاني لولد عمره 1.5 سنة اللي هو 18 شهر. أوكي عندك وزنه اللي هو تقريباً، هينا بنمشي من عند 18 شهر بنطلع لفوق، وزنه تقريباً 45 وزنه تقريباً اللي هو 10 كيلو وشوي، يعني بنضلوا ماشيين هيك 10 كيلو وشوي. أوكي
فهو هون بالنسبة لوزنه فهو بالمعدل الطبيعي. أوكي صحيح هو بال10% من برسنتايل بس it's fine يعني عادي منيح، المهم أنه بالخطوط الموجودة على المخطط. أما بالنسبة لطوله فهو طوله تقريبا 75 سنتيمتر، فهو طبعا بالمعدل الغير طبيعي، وطبعا أكيد في حلول وممكن أنه أصلا تأثر بطريقة وراثية بالنسبة للطول يعني أكيد، فبرضه رح نحكي عنها هلا كمان شوي. تمام. هلا في أمثلة ثانية ولا خلينا نبلش؟ طيب إذا نبلش نحكي عن الحلول هلا، وهذا يعني بدنا نعتبر الحالات الغير طبيعية يمكن كثيرة بمنطقتنا، بمنطقتنا كاملة. معظم الأطفال لما الأهالي يراجعوا فيهم عند الأطباء إما بيكون في عنده وزن غير طبيعي، وبالعادة بيكونوا بأقل من الوزن الطبيعي، أو الطول نفس الشيء يعني بيكون خارج الإطار اللي ممكن يكون مقبول بالنسبة للطول اعتمادا على العمر وعلى مخطط النمو. فخلينا نشوف إيش في حلول مع للأهالي لما يكون طفلهم بيعاني من هيك مشكلة. هلا احنا طبعا في عندنا مشاكل انه ممكن يكون هو يعاني من الوزن الزائد، السمنه، او اللي هو الوزن القليل، او انه طويل، انه اطول من جميع الاطفال، او انه اقل او قصير يعني نسميه قصير. هلا بالنسبه للوزن الزائد، هلا في كميه الاطفال اللي وزنهم زائد عم بتزيد، هاي المشكله بطريقه كثير كبيره. هلا اذا كان الطفل عم بيعاني من الوزن الزائد، بنحاول اول شيء نركز على الفواكه والخضار اكثر من اللي هي الاغذيه الجاهزه، يعني سواء الشبس او السكاكر وغيرها. وطبعا بنحاول نعطيه حلويات، لانه صعب انه احنا نبعد عن الحلويات عن الاطفال، بس بنقلل منها شوي شوي عشان هو انه ما يستهلكها بكميه كبيره. وطبعا لما نعطيه الاكل نعطيه لحد الاشباع فقط، مش انه يلا كل 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 شوي كل كل، لانه هلا يعني كثير بعرف ناس الصراحه انه كلهم لما يكونوا موجودين كل شوي بعطوا اطفالهم اكل، بيشوفوا انه هذا it's more healthy يعني اكثر صحه، بس هو هذا الاشي كثير غلط. وطبعا زي ما حكينا بنبعد عن الشبس او السكاكر، ومنخليه طبعا يضل يلعب ويتحرك كثير، مش دائما على التلفزيون. وهلا ليش الأطفال إنه لازم نخليهم يلعبوا ويتحركوا كتير؟ لأنه عملية الحرق عندهم كتير أسرع وأكبر من إنه لما يكبروا، فإحنا دائما بنركز في المشكلة من هم وصغار، لأنه إذا ضلهم عم بيعانوا من السمنة في العمر الصغير راح يضل هاي المشكلة لطول حياتهم. هاي بالنسبة لزائد الوزن. للناس إذا كان وزنهم أقل من الطبيعي، فبهاي الحالة إحنا بنحاول إنه نعطي 5 وجبات للطفل اللي عمره 2 وأكتر. تقريباً اللي عمره 2 وأكتر بيحتاج إلى من 1000 كالوري ل 1400 كالوري، اللي هي سعرات حرارية. ال5 وجبات طبعاً لازم يكون فيها كل الكربوهيدرات اللازمة، سواء رز، شوفان، خبز، والبروتين أكيد طبعاً بنعطيه سواء لحمة، سواء دجاج، سواء بيض، سواء سمك. وطبعا الدهون هي الافضل انه نعطيه اللي هو مثلا الافوكادو او المكسرات. واكيد طبعا ما بننسى اللي هي موضوع الجبنه والتمر، التمر شيء كثير مهم برضه لمناعه الطفل، فما ننسى هاي المعلومه. وطبعا بالنسبه للاكل كيف بنقسمه، بنعطيه مثلا اللي هي كاسه رز تقريبا مع حبة لحمة، وطبعاً الخضار والفواكه عشان نعطيه كل الفيتامينات والمعادن اللي هو بيحتاجه لجسمه. طبعاً بالنسبة كمان في إشي كتير كتير مهم اللي هو بيئة الأكل عند الأطفال. في أطفال كتير بتحب إنه تقعد تاكل وهي عم تحضر تلفزيون، هلا هذا الإشي كتير غلط، لأنه هم عم باكلوا ما بيركزوا خلص إنه بوصلوا لحد الإشباع وهم لسه مو مكلين. فالأفضل إنه تكون البيئة بجو عائلي، وانه يقعدوا يحكوا مع بعض عشان انه خلص يشوفهم كلهم عم بياكلوا راح يصير يشتهوا لحاله الاكل. اما بالنسبه للطول، هلا ممكن يتاثر الطول حكينا بالوراثه، لانه يعني ممكن العيله كلها تكون تعاني من القصر، فهو اكيد راح على الاغلب يعني يطلع قصير. فاحنا دائما بنفضل انه انا كاخصائيه تغذيه بفضل انه هو يرجع لطبيب اللي هو انه طبيب اطفال،
بس احنا اللي بنقدر نحكي انه في عندنا فيتامينز ومعادن مهمه اللي هو بقدر ياخذها زي الكالسيوم، الحديد، الزنك وغيرهم من الاشياء. سيف. نعم دكتورة. عفوا، في معتقد سائد عند الأهالي الأطفال الآباء والأمهات حول الطفل، أن الطفل السمين هو دلالة على أنه هو صحي، أو بمصطلح العراقي نقول عليه مربرب السمين. إذا ممكن يعني شرح بسيط عن الوزن والطول المثالي للطفل. هلأ في عدة دراسات هم عملوها موجودة بكل الوسائل التواصل الاجتماعي، سواء للإناث أو الذكور. الإناث في من حد عمر السنة لسنتين، ومن عمر الولادة أو لعمر السنة. طبعا فيهم كل واحد بيختلف من حد إلى آخر، وإن شاء الله نحن بنقدر ننزل لكم هدول الصور بوست عشان تقدروا تقرأوا فيهم more details لقدام. الأطفال بشكل عام ببلشوا من، يعني من بالنسبة للإناث، من عمق من سوري الحد الأدنى للوزن اللي هو 2 كيلو جرام، لحد السنتين اللي هو المفروض يكون الحد الأدنى لوزنه 9 كيلو جرام. ف هاي الأشياء الغلط إنه الأهل يفكروا إنه لا، كل ما ابني كان أنصح كل ما هو هيك صحي أكتر. طبعا هذا الإشي غلط، وهذا المعتقد موجود عند الأغلب الناس يعني. بس الشغلة الناس لازم يفهموها إنه لما الطفل يكون عم بيعاني من السمنة راح يضل يعاني منها طول حياته، especially من هو وهو صغير، لأنه ومع السمنة طبعا بيجي معها عدة أمراض، منها السكري وغيرها من الأشياء طبعا أكيد. فإحنا دائما بنفضل إنه نبلش مع الطفل من هو صغير، بنبلش معاه من ناحية اللي هو مخطط النمو، عشان نقدر نوصل لنتيجة ونتيجة منيحة يعني. هذا زي ما حكينا هو للإناث من عمر السنة إلى سنتين، وهاي من الولادة إلى عمر السنة، وهذا اللي هو من للذكور من عمر السنة إلى عمر سنتين، واللي هو من عمر الولادة إلى حد السنة. طبعا الأطفال تقريبا ما في اختلاف بينهم سواء الإناث أو الذكور بالنسبة للوزن أو الطول، لأنه يعني أولها ما بيختلف، بس لقدام أو يعني لما يكبروا أو يوصلوا للمراهقة لا. ضل في شيء؟ طيب تمام. هلا يمكن في بعض الأسئلة، فإحنا علشان ما نطول الفيديو كثير راح نتابع الأسئلة. سيف، بدنا نتابع الأسئلة اللي راح تنزل على اللايف اللي موجود، ودكتورة تسنيم ممكن بخلال الأيام اللي جاي بتجاوبها، وممكن بعض الأسئلة إذا كان بحاجة لشرح إنه نجاوبها من خلال فيديو أو اللايف القادم اللي راح يكون بشكل دائم. فيعني بهمنا إنه الكل يعرف بإنه هاي الحلقات راح تكون دائمة، فالكل يتابعنا والكل يحضر أسئلته. أي استفسارات بتنزل على الصفحة أو من خلال المسجات إحنا راح نجاوبها من خلال تسنيم، واللي بيكون بحاجة لشروحات مرة ثانية بنحكي، إذا كان بحاجة لشرح كامل ممكن نعمل عليه فيديوهات أو حلقة من الحلقات نتناول ونجاوب. بدناش نطول على الجميع، يعني أخذنا تقريبا 18 دقيقة. يعطيكم ألف عافية جميعا، شكرا تسنيم على المعلومات الكافية، شكرا سيف على وجودك، وأهلا وسهلا بالجميع، وانتظرونا بالجلسة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، يعطيكم العافية، أصبحنا على ألف خير. لك بخير. نعم.